هناك أربع دول تم الاتفاق بينها على يجب التخلص من حماس، للأسف دولتين عربيتين وإسرائيل وأمريكا، ولكن هيهات هيهات، والله العظيم ما هو صاير منها، والله العظيم المقاومة منتصرة منتصرة، المقاومة منتصرة منتصرة، الشعب الشعب في غزة اللي يكتب في أسماءه عليه دراعه وعلى رجلينه حتى لما يموت يعرفوا بعضهم، هذا شعب لا يهزم، هذا شعب لا يمكن أن يهزم، والألمانية هذه خير من تعرف، الشعوب لا يمكن أن تفرط في حقوقها ولا يمكن أن تهزم. هذه أنا بس قاعد نحط فيكم في الصورة علشان تعرفوا أن رأي المؤامرة على غزة مش فقط هالقنابل اللي تشوفها والقتل، رأي المؤامرة يعني طويلة المدى، والله لما ينتهوا من غزة ولن ينتهوا منها بإذن الله. ولذا لما نقول لكم رأي غزة هي خط الدفاع الأول عن الأمة، بعض الناس لا يستوعب الكلام، لأن أول ما ينتهوا من غزة تنتهي مصر وتنتهي الأردن وتنتهي سوريا ولبنان، هذا قول واحد. ولذا وجود المقاومة في غزة، خط الدفاع في جباليا وفي شمال غزة هو خط الدفاع عن القاهرة، وخط الدفاع عن عمان، وخط الدفاع عن بيروت، وخط الدفاع عن دمشق وبغداد وطرابلس. وانتم شفتوا الآن كيف رحلوا المشكلة مباشرة إلى برقة، المنطقة الشرقية في ليبيا، وحنجيكم بالدليل. ترى أعطوني يا شباب الثالث، الفيديو الثالث الله يرضى عليكم. هؤلاء الأطفال الذين استشهدوا عائلاتهم كتبت على أقدامهم أسماءهم حتى يتم التعرف عليهم في لحظة الاستشهاد، هاني أحمد نتيل وأحمد نتيل وجوان أحمد ربحي نتيل، هؤلاء عائلاتهم كتبت الأسماء بأقلام على أقدام الأطفال لأنهم كانوا متأكدين من أن الاحتلال سيستهدف هؤلاء كما يجري في قطاع غزة بشكل عام. يعني ماذا ننتظر أكثر من هذا؟ هل هذا شعب ستهزم هذه العصابات الصهيونية وهؤلاء الحكام المرتعشين اللي مقعمزين تهزم فيهم وزير خارجية ألمانيا وهم مقعمزين قدامها زي الذر في صف أول ابتدائي لما يجلسوا أمام معلمهم؟ هل يمكن لهذا الشعب الذي يكتب أسماء أطفاله على رجليهم وعلى يديهم حتى إذا استشهدوا يتم التعرف عليهم، يعني كلهم مشاريع استشهاد وما همش خايفين من الموت وينتظروا فيها، هل هذا الشعب يمكن أن يهزم؟ استحالة طبعا، لا يمكن لهذا الشعب أن يهزم.